هذه التغطية لزيارة الست السنوية تأتيكم برعاية أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه التغطية المباشرة والحية عبر قناة عاد في هذا النقل المباشر والحي لفعاليات زيارة الست السنوية من هنا من مدينة الشحر من سعاد الزبينة. قابليني يا سعاد والبسي توب السعادة، عدت لك والخير عاد، عوض الله كل عادة. ها هي مدينة الشحر اليوم تحتفي بهذه الذكرى السنوية، زيارة الست السنوية التي دورتها الأجداد جيلا بعد جيل منذ أكثر من 200 عام. ونحن هنا في قناة عاد أبينا ألا أن نكون معكم في بث مباشر للسنة الثانية على التوالي، نكون معكم في هذه التغطية المباشرة لنضعكم في صورة هذا الحدث وهذا الموروث الثقافي والحضاري الذي تزخر به مدينة الشحر منذ سنين طويلة. ولا زالت هذه الزيارات أعزائي المشاهدين حاضرة إلى يومنا هذا. نواكب أعزائي المشاهدين ونحن الآن في هذه اللحظات من أمام سدة العيدروس في قلب مدينة الشحر. اليوم طبعا هو اليوم الثالث لزيارة الست السنوية، عودة عدة عقل باعوين من الواسط بعد أن كانوا يوم أمس في شعب النور والواسط، أحيوا هناك زيارة الواسط وشعب النور وبتقديم عدد عدة عقل باعوين. وكذلك مساء أقيمت الدان الحضرمي والشبواني الشهير الذي تزخر به مدينة الشحر بل وحضرموت قاطبة. اليوم عادت هذه العدة إلى مدينة الشحر ويسمى هذا اليوم كما يطلق عليه أبناء الشحر التدخيلة. طبعا نحن الآن نشاهد في هذه اللحظات عودة العدة من خلف من أمام مسجد عمر بن الخطاب، مسجد باغميانة طبعا المشهور والمعروف سابقا، ولا زالت هذه لا زال المسجد قائما وغميانة أيضا موجودة لا زالت في هذا الموقع. العدة الآن سوف تدخل من هذا المكان وسوف تمر من الشارع الرئيسي وهو شارع السدة، تدخل في السدة وإلى سدة العيدروس، وهناك يتم استقبال هذه العدة من الأطفال والنساء ومن الكبار أيضا بالزغاريد بالابتهاج بعودة وقدوم هذه العدة بعد أن مكثت يوم كاملا هناك في الواسط وفي شعب النور. إذن أعزائي المشاهدين أينما كنتم، نحن هنا في قناة عاد وعبر طاقمنا الموجود والمنتشر ليكون معكم ليغطي معكم هذا الحدث التاريخي، هذه الزيارة السنوية التي تقام كل عام في مدينة الشحر وفي الواسط وفي شعب النور. نحن في هذه اللحظات بانتظار وصول العدة وهي طبعا موجودة الآن كما ذكرنا خلفنا، ولكن سوف تمر من هذا الموقع كما ذكرنا وتدخل إلى سدة العيدروس وبعده في الرقة.
رقة العيدروس وكما يسمى رقة الرقيص العيدروس كما يطلق عليه. إذن أعزائي المشاهدين أينما كنتم متابعي قناة عاد، سنحاول قدر الإمكان أن نسلط الضوء عن هذه الزيارة، عن تأسيس هذه الزيارة، عن سيكون معنا طبعا ضيوف في هذه التغطية، فنرجو أن تكونوا معنا متابعين الأعزاء إنما كنتم الآن متابعي قناة عاد. في هذه اللحظات كما ذكرنا نحن بانتظار العدة. طبعا لعبة العدة أعزائي المشاهدين تعد من أهم الألعاب الشعبية القديمة التي اشتهرت بها حضرموت، بل الشحر لها رمزية كبيرة تدل على المقاومة في طرد البرتغاليين قبل حوالي 500 عام. لا زالت هذه العدة قائمة إلى يومنا هذا، تمارس في الزواجات، في الأفراح، في المناسبات، في الأعياد أيضا. لا زالت هذه اللعبة الشهيرة التي يعني يحبوها أبناء هذه المدينة، يجتمعوا حولها، يرون هذه الرقصة الشعبية القديمة التراثية التاريخية. الشحر امتازت بهذه اللعبة بالتحديد عقل بعوين، يعني منذ سنين طويلة وهو يقيم هذه الزيارة، زيارة الواسط السنوية. إذن أعزائي المشاهدين لحظات كما ذكرنا، وتقترب الآن الصورة أكثر لنشاهد ونستمتع معكم أعزائي المشاهدين مع هذه العدة، رقصة العدة الشهيرة، وهي من الموروث الثقافي والفلكلوري لهذه المدينة التاريخية التي دائما سميت على مر الأزمان بأنها أرض للثقافة، أرض للحضارة، أرض للأصالة، أرض للإبداع. يعني مدينة الشحر غنية عن التعريف بما تختزنه هذه المدينة منذ سنوات طويلة، تربى على أكنافها العديد من الشعراء، العديد من الأدباء والفنانين والملحنين، ولا زالت اليوم هذه المدينة تحتفظ بهذا الموروث الثقافي والحضاري على مر السنوات الماضية. نحن الآن أعزائي المشاهدين كما نشاهد معكم هذه التغطية المباشرة من قناة عاد للعبة العدة الشهيرة، ولعبة التي يؤديها طبعا عقل باعوين. نواصل معكم ونواكب معكم هذا الحدث التاريخي وأيضا الموروث الثقافي والحضاري لمدينة الشحر التاريخية. محمد معي والله لا
في هذه اللحظات فعاليات زيارة الست السنوية، وعلى الهواء مباشرة في نقل مباشر على قناة عاد نشاهد الآن عدة عقل باعوين وقد وصلت من الواسط إلى مدينة الشحر. كما ذكرنا سابقا بأنه يسمى اليوم هو يوم التدخيلة، عودة هذه العدة الآن إلى مدينة الشحر ويستقبلها طبعا الأبناء المدينة والكبار النساء الرجال أيضا الأطفال بحب وشغف. تقام أيضا أعزائي المشاهدين هناك فرقة العيدروس بهذه المناسبة، سوق شعبي تباع فيه المأكولات الشعبية القديمة والشهيرة التي تمتاز بها مدينة الشحر، وأيضا تباع الألعاب ألعاب الأطفال أعزائي المشاهدين هناك أيضا في رقة العيدروس. إذن حدث تاريخي موروث كبير تزخر به مدينة الشحر منذ سنوات طويلة وإلى اليوم. سريع الماء بيتم فيه بس انت حاول. جميع المناسبات في الزيارات في الأفراح لا زالت حاضرة وتفتخر بها مدينة الشحر لما لها من أهمية كبيرة ولما لها من عبق تاريخي قديم تدل على المقاومة ضد الغزو البرتغالي على هذه المدينة، وهم يحملون هذه العصي التي يعني يمارسون هذه اللعبة بإيقاعات واحدة على إيقاع واحد. لربما كانت مدينة الشحر هي السباقة وهي التي دائما ما تسخر بهذه اللعبة وأيضا تتقن هذه اللعبة على إيقاعات جميلة جدا يحضرها أبناء الشحر. إذن هذه اللحظات كما نشاهد أعزائي المشاهدين وعلى الهواء مباشرة
عدة عقل باع وين الآن تصل إلى سدة العيدروس بعد أن قضت يوما هناك في الواسط تعود الآن طبعا يوم في شعب النور ويوم في الواسط اليوم الثالث طبعا هو عودة العدة الآن إلى مدينة الشحر حضور جماهيري كبير وكثير من كل الجميلة صراحة هذه اللعبة لعبة شهيرة يسعد بأن يحضر هذه اللعبة الشعبية القديمة كما نشاهدها معكم أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات شخصيات كبيرة تحضر مثل هذه المناسبات مثل هذه الزيارات أيضا جمع كثير من المواطنين أتوا لحضور هذه الزيارة زيارة السد السنوية ونحن معكم أعزائي المشاهدين الواثقة هذه الضغطية عبر قناة عاد نشاهد معكم الآن هذه اللعبة لعبة عدة عقل باعوين تغطية هذا الحدث الكبير الذي توارثه الأشياء منذ سنوات طويلة لا زال بشعبيته حاضرا هذا الحدث وهذه الزيارة السنوية إذن مشاهدي قناة عاد بعد لحظات سيكون معنا عدد من الضيوف لتغطية هذا الحدث الهام هذه التغطية لزيارة الست السنوية تأتيكم برعاية
أعزائي المشاهدين، عودة إليكم من جديد لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي تعيشه مدينة الشحر، زيارة الست السنوية التي تعيشها مدينة الشحر كل عام منذ أكثر من 200 عام. يسعدنا أن يكون معنا في هذه التغطية الباحث والمؤرخ الأستاذ محمد باهرون. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد معنا. كل عام وانت بخير، وانتم بصحه وعافيه ان شاء الله. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله، ومن العائدين الفائزين. فائزين باذن الله تعالى. استاذ محمد، ونحن نحتفل كل عام بهذه الزياره السنويه، زياره الست تعيشها مدينه الشحر كل عام. حدثنا اولا عن مقاصد هذه الزياره. طبعا هذه الزياره طبعا في الاساس انها هي عواد سنوي تقوم به عقل أو يقوم بعقل حي أبي عوين، مقادمة وشخصيات وأبناء هذا العقل المعروف تاريخيا بمدينة الشحر منذ مئات السنين. كانوا يقومون بهذا العواد السنوي ويذهبون إلى الواسط أولا، ثم بعد ذلك إلى شعب النور، وذلك عندما انتقل إليها السيد العلامة أحمد بن صالح بن الشيخ أبو بكر، الذي توطن أولا بالشحر، ثم بعد ذلك انتقل توطن أول بعقل أبي عوين، ثم بعد ذلك انتقل إلى الواسط. فكانوا أهل عقل أبي عوين يذهبون بعد انقضاء الصوم الست من شوال، يذهبون إليه إلى الواسط ولعواده أو العواد المعروف عندنا الحضارم. ثم بعد ذلك لما انتقل إلى شعب النور صاروا يذهبون إلى شعب النور، ثم بعد ذلك يعودون إلى الواسط حسب العادة المتبعة لديهم. وبعد وفاته صارت هذه زيارة سنوية تقام منذ ما يقرب من 240 سنة، عندما توفي عام 1211 هجرية، ونحن في عام 1442 حوالي 231 سنة صارت زيارة سنوية في مثل هذا التوقيت. مثل هذا التوقيت من شهر شوال، في يوم الثامن من شهر شوال بعد صوم الست من شوال، كما هو معتاد في وادي حضرموت في مدينة تريم وفي عينات المنطقة التي انتقل منها السيد أحمد بن صالح، يعتادون صوم الشت الست من شوال في ثاني يوم. نعم. هذا يقولون يصومون مع السيد على عندكم الشحر هنا، فمن هذا إلا. طيب أستاذ محمد، يعني هذه الزيارة رغم أنه موجودة من أكثر من 200 عام، يعني كما ذكرت 240 عام الآن على عمر هذه الزيارة التي أسسها طبعا من أسس هذه الزيارة؟ هو عواد سنوي، هو عواد سنوي، ثم بعد ذلك صارت زيارة بعد وفاة صاحب شعب النور، وصارت تدخل يعني فيها عدة مجال. في شعب النور في البداية كانت أولا في الواسط، أول من انتقل إلى الواسط. نعم. ثم بعد ذلك انتقل وسكن شعب النور مع أولاده، وصار معروف صاحب شعب النور، يسمى في كتب التاريخ بصاحب شعب، كتب التراجم وكتب الأنساب بصاحب شعب النور. وبعد ذلك طبعا تطورت الزيارة بعد وفاته، عندما كان عواد سنوي كانت تقام عواد سنوي بلعبة العدة هذه كما نشاهدها، وبعد ذلك يرجعون إلى الشحر بهذا المدخل. طبعا هذا المدخل يعتبر من المداخل القديمة. فبعد ذلك صارت زيارة وجاءت إليها المجال التجاري، وجاءت التجار، جاء طبيعة الزيارة في حضرموت هنا. محمد، يعني هل طابعها السابق نفس طابعها اليوم الذي نعيشه؟ هل في هناك اختلافات بين الزيارات العوام الماضية بين الزيارات اليوم؟ هل في اختلاف سواء كان في الألعاب الشعبية الفلكلورية مثلا؟ في الغالب هناك أن نفس أمور نفس أخرى تقام أيضا غير وإنما تغير الأوضاع الآن. تغير الأوضاع طبعا، الزخم الموجود في السابق ليس مثل الآن طبعا، وحكم الآن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد. أما في نفس الكيفية نفسها كأنها تكون من أيام المؤسس في تلك الفترة، أنه قام المولد وتقام الحضرة وتقام لعبة الشبواني، سواء كان فيه يا شعب النور أو في الواسط، ثم بعد ذلك المضغية نفسها نفس الزخم الجماهيري الموجود العام، نفس الأعوام السابقة مثلا. الأعوام الزخم الجماهيري في السابق كان كثير كان كثير، أما الآن لا. أما الآن الحمد لله الآن الأشياء قائمة، و حكم الوضع ما ذكرنا الوضع البلد الوضع البلد والوضع الاقتصادي، و
عده عوامل او عده اسباب. ولكن هذا الزياره لا زالت قائمه وهي من الزيارات التاريخيه في مدينه الشحر وفي بندر الشحر في منطقه وادي عرف المتسمى منطقه وادي عرف والمعروفه مناطقها المتعدده منطقه الواسط التي تكون في الوسط من مناطق وادي عرف وهي من المناطق التاريخيه طبعا هذه منطقه الواسط طبعا تنسب الواسط هذا الى الشيخ عمر المحضار الذي توطنها وحوطها كما يقال لها في الوثائق التاريخيه بحوطه الشيخ عمر المحضار وبنى بها مسجد المحضار التاريخي منذ القرن الثامن الهجري ولا زال موجودا الى اليوم وبنى ايضا هنا في الشحر مثل مسجد المحضار الموجود الان في مدينه الشحر وطبعا كان الشيخ عمر المحضار من فقهاء وعلماء حضرموت الذين كان لهم دور كبير في المجال الاصلاحي والمجال مجال بناء سواء كان بناء السدود او بناء المساجد وغيرها من هذه المجالات الدينيه والمجالات الاجتماعيه. لماذا اختيرت الواسط يعني لماذا اختار الشيخ المحضار الواسط المحضار وايضا احمد بن صالح طبعا هذه لماذا اختاروا الواسط غيرها من هذه يعني؟ هذه منطقه تعتبر من المناطق الزراعيه الخصبه ذات زراعه خصبه وكان الاكتفاء الذاتي للشحر ياتي من الواسط والمناطق الواقعه شرقي الشحر مثل الحامي والديس وغيرها من المناطق هذه كلها كانت مناطق زراعيه تغذي سوق الشحر بالمحاصيل وبالحبوب والفواكه والخضار الى وقت قريب حتى ان الشحر الى اليوم تسمى عند اهل شمال الشحر في وادي عرف تسمى السوق يقال نريد السوق وهذا هو الاسم التاريخي كما يقول الملاح سعيد سالم بطايع في منظومته في سوق الأحقاف العدل فيها والأنصاف أمان من خاب أهل السلف محتمية ويقصد بها سوق الأحقاف في بندر الشحر كمان. جميل فهذه جميل المنطقة الواقعة منطقة الواسط ومنطقة وادي عرب بشكل عام تعتبر منطقة زراعية خصبة وطبعا في السابق كانت تعتبر غابات من النخيل الآن قل الاهتمام بالنخيل وكانت تشكى فعلا كثير يعني. حتى أن أهالي الشحر كان كل أسرة معها بيت أما في الواسطة وفي الجرادف يأتون إلى الخريف يعني. في وقت الخريف تعتبر مصيف أو منتجع لهم في أيام الخريف وأيام وقت الصيف في مثل هذا الوقت عندما تشتد تبدأ الحرارة في الأربعينية وينتقلون أغلب العوائل حتى أنا اطلعت على بعض الوثائق تخصنا مثلا جدنا هارون بن علوي ابن قاضي الشحر علوي بن عبد الله له عدة عيون أو عدة معايين اشتراها في الواسط ومنها معيان الخلع اشترى عام 1148 هجرية كانوا يذهبون ويتخرفون في ذلك جميل جدا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وكل هذه المعلومات التي أثريتنا وأثريت أيضا المشاهدين الأعزاء متابعيننا في قناة عاد أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى أقول لك كل عام وأنت بألف خير كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله بهارون الباحث والكاتب كنت معنا في هذه التغطية المباشرة عبر قناة عاد لحظات أيضا سنكون مع ضيف آخر فنرجو أن تكونوا معنا شكرا جزيلا
التغطية. وقد شاهدنا في هذه اللحظات مرور عدة عقل باعوين من هنا من الشارع العام في سدة العيدروس. ونحن نواصل معكم تغطيتنا التي وقفناها
فضيلة اليومين الماضيين واليوم الثالث كما ذكرنا وهو يوم التدخيل هنا في مدينة الشحر لعودة عدة عقل بعوين من الواسط إلى مدينة الشحر وسط حضور جماهيري كبير وأيضا هناك استقبال من قبل أهالي المدينة بعودة عدة عقل بعوين إلى مدينة الشحر. هناك في سيدة العيدروس أيضا تقام سوق شعبي واقتصادي ربما ويقطنه الكثير من الناس خصوصا الأطفال والنساء. أيضا يستقبلنا النساء عدة عقل بعوين بالفرح وبالصغاريد عودة هذه العدة إلى مدينة الشحر وبالتحديد إلى رقة العيدروس. إذا نحن نواكب معكم مشاهدي متابعي قناة عاد تغطيتنا المباشرة تغطيتنا المستمرة على قناة عاد. يسعدنا أن يكون معنا في هذه اللحظات المقدم صالح الأحمر في هذه الضغطية طبعا مقدم عقل بعوين. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح معنا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. طبعا جهود كبيرة جدا يبذلها عقل بعوين لإقامة هذه الزيارة بتحديد العدة. أيضا حدثنا أولا عن منذ بدايتكم انطلقتوا إلى أن أتيتوا اليوم. نتحدث عن هذه الزيارة هي زيارة سنوية وعبارة هي كانت السابق عبارة عن عواد وتحولت إلى عدة فرايحية ويقوم أهل عقل بعوين بالتحضير لهذه المناسبة اليوم الثامن من شوال بالتحرك من مدينة الشحر إلى شعب النور وهناك تقام العدة في المساء ومن ثم في الليل لعبة الشبواني. جميل. ومن ثم الصباح اليوم الثاني طبعا التحرك الى منطقة الواسط وهو عصر يوم من الشعب النور الى منطقة الواسط وفي هذه الاثناء تقوم لعبة العدة حتى المساء ومن ثم يبدا في المساء بالليل لعبة الشبواني حتى تقريبا الصباح في السابق. والآن حسب الظروف الوضع الحالي اللي تعيش في البلاد نتراعم على الظروف الإنسانية وأعمال الناس بحكم أنها مرتبطة بعامل الوقت. الملاحظ طبعا في كل عام مقدم صالح أن تتناولون في أشعاركم الجميلة سواء كان في الشبواني أو في العدة حكايات أو قصائد خفيفة ربما هي تساجل أو تحاكي الوضع الذي نعيشه نحن الآن. قصيدة هذه العدة ما حملت؟ ما حملت معنا تقولك معنا على عن طريقة الوضع الحالي اللي تعيش البلاد. في السابق كان طبعاً وين حكم وين سلطان يافع وين حكم الإسادي والقعيطي كلهم راحوا. والآخرة ميزان دنيا ندم ودروس الإنسان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الكلمات الرائعة والجميلة اللي تدخل القلب طبعا. لا الواسط لا تختلف في الواسط أخرى ثانية وفي الشعب ثانية. وهذا التدخيل لها طابع الخاص. تذكر لنا يعني بس معنا ما بس اذكر الحين لاننا بحكم هذا الشد نسعيد هذا حق اليوم يعني نسمعه استاذ ايضا نتابعه عيدها مره عيدها. اخرى وين سلطان يافع وين حكم القعيطي والكسادي كلهم راحوا. في الاخر ميزان. نعم. دنيا الندم ودروس الانسان. يا سلام يا سلام. صراحة يعني كلمات جميلة جدا. يعني دائما أنتم ما تختارون في هذه العدة يعني قصائد شعرية خفيفة وقوية جدا لها رسالة ولها مدلولات ربما. طبعا كل عدة نحرص على ذلك. طبعا قبل الزيارة في عدة قوافي تعرض وتدارس ويشوفون ونشوف الأنسب والأفضل ونأخذ بالأفضل. نعم. في للزيارة من 2-4-5 قوافي تعرض ونأخذ معنا منهم 3. واحدة ليلة الروح من الشحر والثانية ليلة الواسط والثالثة اللي هي ليلة تنطيلة نهاية الزيارة إلى الشحر. العصي والرمانة لها مدلولة كبيرة جدا في العدة لو تعرف شيء عنها حدثنا. كانت هي العصي عبارة عن السيف
والرمان عبارة عن الخودر للدفاع، وهي عملية دفاع وهجوم. فالطلعة لما تقوم عملية الطلعة حق العدة هي عبارة عن الهجوم، وهذا هي عملية الدفاع، ومن ثم تترجم بالشبواني. الشبواني اللي هي لعبة النصر اللي كان في السابق شرف من الرجال وشرف من النساء، ويتبادلون هذه الشعرية ويتفاخرون بنصرهم وإلى آخره من هذه الأحاديث. جميل جدا صراحة. يعني سؤال أخير قبل أن أختم معك، كيف كانت رحلتكم من الشحر إلى شعب النور إلى الواسط، كيف قضيتوها؟ قضيناها حسب العوائد المتبعة، كل معنا كل سنة والحمد لله والأمور توجد. كيف مشت معكم الأمور؟ الأمور مشت بسلاسة رغم الظروف رغم صعوبات الطريق ورغم الوضعية المعلمة، ولكن الناس هي معناها تعبر عن واقعها، لأن هذا لهم حضرت رغم كل هذه الظروف شاركت بفعالية بكل ما أتت من قوة، رغم أن الظروف وساهمت بما يستطيعون من ناحية مالية لنجاح هذه الاحتفال. وطبعا الآن التضحية كما شاهدناها خير دليل يعني على نجاحكم وعلى نجاح هذه الفعالية وهذه العدة. حضور ما شاء الله تبارك الله جماهيري كبير هنا وأيضا هناك في رقة العيدروس. نعم فعلا هذا حضور جماهيري كبير، وإن شاء الله نختتم هذه الفعالية بكل نجاح بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك المقدم صالح الأحمر مقدم عقل بعوين، كنت معنا في هذه التغطية المباشرة على قناة عاد. شكرا جزيلا ولكم الشكر لقناة عاد على نقلها البث المباشر وعلى مساهمتها في نقل الفعاليات كلها من يوم الترويح إلى ليلة التضحية الثلاثة أيام. شكرا جزيلا لهم ولدعمهم لنا وبهذه المناسبة. شكرا جزيلا لك. شكرا حياك الله. معكم أعزائي المشاهدين هذه التغطية المباشرة، وكنا قد واكبنا معكم ونواكب معكم هذا الحدث الجماهيري، هذه العدة الشهيرة لعقل بعوين التي أتت إلى مدينة الشعر بعد يومين في الواسط وشعب النور. أهد صور حية ومباشرة عبر الطائرة يتم التقاطها لهذا الزخم ولهذه العدة الجميلة ولهذه الزيارة، زيارة الست. كم هي جميلة مدينة الشحر سعاد الزبينة، ونحن نشاهد هذه الصور المباشرة، هذه الصور الحية كما نشاهدها معكم الآن على الهواء مباشرة، صور جوية لعدة عقل بعوين لمدينة الشحر. تبدو جميلة الشحر في حلتها وفي ابتهاجها في عيدها في هذه المناسبة السنوية التي تقام سنويا هنا في مدينة الشحر وفي الواسط وفي شعب النور. إذن نحن ما زلنا نواصل معكم مشاهدين الأعزاء متابعي قناة عاد هذه التغطية المباشرة والحية لفعاليات زيارة الست السنوية. كونوا معنا، ولكن الآن سنتوقف مع هذا الفاصل ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين في هذه التغطية لفعاليات زيارة الست السنوية، يسعدنا أن يكون معنا الإعلامي
أحمد مقرم زائر من غيلبة وزير، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا هنا في سعاد الزبينة. أبيت ألا أن تشارك معنا وتشارك أبناء سعاد الزبينة فرحتهم بهذه الزيارة السنوية، حدثنا عن انطباعاتك بما شاهدته في الزيارة. أولا شكرا جزيلا، حقيقة نحن سعداء جدا في هذه الزيارة، ونحن نشارك أبناء الشحر في هذه الزيارة التي دائما ما تكون سنوية وتبدأ بشعب النور وتنتهي بتدخيلة العقل بعوين إلى هذه المدينة التي نكن إليها كل الحب والاحترام والمحبة، مدينة السعاد، مدينة الشحر. طبعا انطباعي لا يوصف عن هذه الزيارة، طبعا لنا أكثر من سنين نشارك في هذه الزيارة ولنشارك أبناء الشحر هذه الفرحة وهذه الزيارة الست التي هي يعتبر تقليد سنوي تقيمه مدينة الشحر كغيرها من الزيارات. أيضا نحن نعبر عن هذه الفرحة وهذه نحن إن شاء الله بإذن الله مستمرين وعن هذه الفرحة بإذن الله تعالى. حياك الله الأخ الإعلامي أحمد مقرم. إذن كنت أمس في الواسط ولا أديت فقط للشحر؟ بالنسبة لزيارة الواسط نحن نشارك أكثر من مرة، لكن العام الراهن أو العام الجاري لم نشارك، فأبينا أن نشارك من تدخيلة العقل بعوين في هذه الشحر. نعم نعم، وأيضا نشاركهم فرحتهم، وأيضا في ظل هذا على الرغم من ما تعاني من ظروف استثنائية تعيشها البلد، لكن نحن أبينا ألا نشارك وأن نشارك هذه الفرحة ونتناسى الهموم والغموم الذي تعيشها بلادنا حضرموت والوطن بشكل عام. يعني جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر للإعلامي أحمد مقرم من غيلبة وزير، طبعا ضيفنا اليوم في مدينة الشحر، أهلا وسهلا فيك. طبعا أهلا وسهلا. كلمة أخيرة أود أن أشكر قناة عاد المحلية، وإن شاء الله تكون رائدة في الإعلام الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية إن شاء الله قريبا، وتكون رائدة للإعلام في حضرموت وغيرها من القنوات التي لها أصداء ولها واقع إعلامي تنقل هموم وتنقل عادات وتقاليد هذه البلدة وهذه المدينة وهذه حضرموت بشكل عام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. حياك الله. حيا سعداء. هذه التغطية لزيارة الست السنوية تأتيكم برعاية ما زلنا نتواصل معكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة من هنا من مدينة الشحر التاريخية، طبعا ونحن نواكب معكم فعاليات هذه الزيارة السنوية، زيارة الست التي تقام كما ذكرنا وكما أسلفنا في الشحر وفي الواسط وفي شعب النور. ونحن قد شاهدنا قبل لحظات أيضا لقطات حية، صور حية مباشرة لزيارة الست، ونشاهد معكم الآن على الهواء مباشرة هذه الصور المباشرة والتغطية المباشرة متابعي قناة عاد. نتمنى أننا طبعا قد وفقنا للسنة الثانية على التوالي في تغطيتنا لهذا الحدث الهام، هذا الحدث البارز لزيارة الست السنوية. مرة أخرى أعزائي المشاهدين أرحب هنا بالباحث الأستاذ محمد
باهرون. اهلا وسهلا بك استاذ محمد مره اخرى معنا من جديد. يعني كنا قد تحدثنا عن مقاصد هذه الزياره قبل لحظات، تحدثنا ايضا عن امور كثيره جدا تقام في هذه الزياره، ولكن رمزيه العده، يعني لماذا تم اختيار هذه اللعبه مثلا انها تقام في هذه الزياره؟ ما دلاله هذه اللعبه؟ طبعا العده، هذه لعبه العده او يقالوا لها الخابه عندنا في المناطق الشرقيه. ايوه، فهذا لها دلاله رمزيه تاريخيه طبعا منذ ايام الغزو البرتغالي، وانا في احدى الدراسات عن تاريخ الغزو البرتغالي على ساحل حضرموت ودور ابناء الحانش التصدي له، حاولت ان احاول متى بدات هذه اللعبه الحربيه طبعا ذات الطابع الحربي، ذات التي تمثل فيها القوة والنجدة والشجاعة، وتختلف طبعا كل منطقة من مناطق حضرموت بكيفية أداء هذه اللعبة. حتى عندكم هنا في الشحر، عندنا في الشحر تختلف لعبة وادي أو لعبة حي الخور عن أبي عوين عن باغري، صح؟ وهذا ملاحظة عندنا مثلا في مدينة الحامي، كل منطقة لها طابع خاص. عندنا مثلا مدينة الحامي عندما يكون المطلع، هذا المطلع عندما يقفزوا ويجروا ثم يرجعوا. وطبعا هذه العدة أنا حاولت أنها تكون في بداياتها كانت في الذكرى التي قامت أو أقيمت للغزو البرتغالي طبعا، عندما أقيمت عدة هناك. أيوة، في لا ليست هذه الذكرى، الذكرى التي كانت قبل 500 سنة في عام 942 في أيام السلطان بدر أبو طويرق عندما دعا لها بأمر من قاضي الشحر في تلك الفترة عبد الله بن عمر بن مخرمة، وأقيمت ذكرى للشهداء السبعة وشاركوا فيها أهل المناطق، فجاءوا إليها كما ذكر المؤرخ بأسباع من أطراف الشحر، من المناطق الشرقية، من وادي حضرموت، من دوعن، لأن طبعا المشاركين في حادثة الغزو البرتغالي ليسوا كلهم من أبناء الشحر فقط، هناك من بعض الجاليات الهندية والصومالية، وهناك من أبناء وادي دوعن، وهناك من قبائل سيبان، وهناك من قبائل الحموم، وهناك من غيرهم من القبائل، فشاركوا في هذه في تلك الفترة، وصارت هذه اللعبة بعد ذلك وانتشرت، أو اللعبة الفنية أو الفن، فنون فن الشعبي، وبعضهم لا يحبذ أن تسمى لعبة ولكن تسمى فن شعبي، فانتشرت في ستة مناطق حضرموت، ليس في الساحل عندنا فقط وإنما في الوادي. أصلها هو الشحر؟ هل هي أصلها هي الشحر؟ هي أصلها منطقة الشحر بشكل عام، منطقة يعني الشحر بشكل عام. هي أصل اللعبة هذه أو أصل الفن، هل هو أصله من مدينة الشحر بعد الغزو البرتغالي؟ نعم، هو في الأصل هو من الشحر. نعم. من الشحر ومن الحامي ومن هذه المناطق التي مباشرة واجهت الغزو البرتغالي واكتوت بنيرانه و حط العصيه. أيوة فعلا محمد، العصيه هذه رمز كبير جدا. العصيه هذا رمز للسيف، ومثلا هذا العصره كانوا في عند سابق عصره، وفي خنجر، الخنجر كان يلبس خنجر وتلبس عصره، هذا يتمنطق بها، والجوب هذا يسمى جوب او الدرع او الترس الان، وهو دلاله على هذا دلاله على السيف، وهذا دلاله على الدرع هذا الذي يمسكوه الان ويسموه عندنا جوب، بالإضافة إلى الرمال. هذا طبعا التهيئ لباس لباس الحرب، التهيئ للحرب مثل لباس المغفرة وما يلبسوه في السابق في الحرب، هذا الرمال. وطبعا هذا الرمال تعتبر أيضا علامة من علامات العرب طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضعوا عزهم. نعم. ولهذا العرب السابق يعتبرون من خوارم المروءة أن الرجل لا يصير جميل في الرأس. طبعاً أستاذ محمد، مدينة الشحر ليست هذه الزيارة التي تقيمها، يعني هناك عدة زيارات أخرى تقام في هذه المديرية، مثل هناك منها تقريباً أتذكر زيارة سالم بن عمر العطاس، وهي طبعاً من الزيارات المشهورة، وعدد من الزيارات الأخرى تقام أيضا في المدينة.
طابع مدينة الشحر يحتضن مثل هذه الزيارات سنويا طبعا وفي أوقات مختلفة. طبعا زيارة سالم بن عمر التي تقام في محرم طبعا هي من الزيارات المشهورة والمعروفة في مدينة الشحر، وطبعا وهي زيارة رئيسية من ضمنها فروع زيارات من زيارة الشيخ فضل، زيارة الحباب رضوان، زيارة ماهارون، زيارة عسكول وغيرها من الزيارات تندرج تحت هذه الزيارة، زيارة العلامة سالم بن عمر العطاس. طبعا هذا كان في نهاية القرن الثاني عشر، نهاية القرن الثاني عشر الهجري طبعا، وأول من بدأ بها هو السلطان علي بن ناجي بن بريك لعلاقتهم الوطيدة التي تربطهم بآل العطاس. وطبعا في زيارة سابقة أقيمت ندوة هنا في الشحر عن دور الزيارة الاجتماعي، وشاركنا بورقة عمل عن دور آل العطاس الاجتماعي والدعوي في مدينة الشحر. فطبعا هذه الزيارة طبعا هي تعتبر من أشهر الزيارات التي تقام في شهر محرم. نعم. وطبعا حتى للشهداء السبعة الزيارة المعروفة في 15 ذي الحجة، غير الذكرى هذا، الذكرى هذا وقيمت متأخرة في فبراير، هذا قامتها في أيام النظام السابق عندما ألف الأستاذ محمد عبد القادر بن مطرف كتابه الشهداء السبعة وطبع في عام 77، حفز السلطات في تلك الفترة أن تقيم ذكرى للشهداء السبعة كرمز لمواجهة إحدى العدوان الخارجي على مدينة الشحر. أما الزيارة الرسمية للشهداء السبعة هي في شهر ذي الحجة كما هو معروف لأهل الشحر، يقام هناك مولد وحضرة، وما أظن أن هناك في لعب شعبية، الله أعلم أن هناك شيء عدة تقام، أما هذه زيارة رسمية لي. وأما الذكرى هي التي تقام في شهر فبراير التي جددت إقامتها بعد 10 سنوات أو أي زيارة هذه؟ الذكرى هذه، الذكرى التي أقيمت في فبراير الماضي، ذكرى الغزو البرتغالي، ذكرى الغزو البرتغالي أو ذكرى المقاومة الشعبية، المقاومة البرتغالي. نعم، المقاومة الشعبية. طيب أستاذ محمد، يعني كما ذكرت أنه العديد من الزيارات في مدينة الشحر تقام وأيضا في مناطق أخرى، لكن نحن حديثنا فقط ينصب على هذه المدينة التاريخية، كنا هنا فيها يعني نتحدث عنها بشكل خاص. كما ذكرت عدد زيارات عدد، لكن دائما أستاذ محمد تلاحظ إنه لعبة العدة تكون حاضرة في كل الزيارات، في كل الزيارة. طبعا هذه لعبة في جميع المناطق ليس عند الشعر، حتى عندنا مثلا في مدينة الحامي زيارة الحامي المشهورة بزيارة مكنون المعروفة طبعا والتي مشهورة عند أهل الشعر، يأتوا إليها من جميع المناطق. لعبة العدة هي الأساس، لعبة العدة هي الأساس، عندما كل حافة أو كل منطقة تطلع بعدتها ثم بعد ذلك يجتمعون، وفي لعبة الشبواني أو الشواني كما ننطقه نحن في ساحل حضرموت، البعض يسميها الطاسة، سمعت عنك هذه الكلمة الطاسة؟ الطاسة في الأصل الطاسة هي للشواني، الطاسة تختلف عن العدة، الطاسة العدة ثانية، هذه العدة المعروفة الآن الطاسة، لأنه بعض الناس يقولون أنها اسمها طاسة يعني. الطاسة هي في الغالب الطاسة تفقع في الشواني، الشواني المعروفة، وادخلت كما مثل عندنا في الشحر موجودة يستخدموها في العدة، أما في الوادي أيضا يستخدموا هذه الطاسة، أما في الغالب هي العدة، آلات العدة والآلات الفنية، آلات الفنية هي الهاجر والمرد والمراويس، هذه الاثنين المراويس المشهورة. جميل، حياك الله. طيب أستاذ محمد، يعني الآن زخم ما شاء الله تبارك الله زي ما شفنا أيضا، رغم أنك أنت عارض أنه قلت أنه ليس مثل السنوات الماضية، ربما ظروف الناس أقصد الناس في الزيارة ليس في المطلع هذا، أقصد في الزيارة نفسها، الزيارة نفسها ليس طبعا، هذا ما حد بيعارضك طبعا في الكلام، ليس مثل السابق طبعا، السابق كان كما سمعت في بعض المقابلات أنهم كانوا يجلسون إلى الصباح، إلى 3 أيام يجلسون في الشعب في الوسط، كانوا يخيمون، أما الآن قليل الذين يخيمون، تجدهم بعدد الأصابع، كنا عندما كنا أطفال ناتي من الحامي المناطق الشرقية يجلسون 3 أيام في الوسط، يجلسون ثلاثة، تجد البيوت ملأة، كان الناس المعيشة، حياة الناس كانت ليست مثل الآن، الغلاء الفاحش وما تمر به، كانت الناس الأمور طيبة عندهم.
جميل. كانت الناس كلها تفتح بيوتها لأصحاب الزيارة، أما الآن الناس يذهبون للفرجة ويرجعون طبعا. أستاذ محمد، أيضا لا تخلو الزيارات من الجانب السوق كونها يقع في الموقع الزيارات. الجانب الشرائي. نعم، حدثنا عن هذا الجانب، يعني الجانب الشرائي، السوق الشعبي. طبعا يعتبر هذا موسم لأهل الزيارات، طبعا تعتبر موسم لأهل المشارب أو المطاعم في السابق أو المستشارب وأصحاب البوفيات وأصحاب المقليات وأصحاب الحلوى وأصحاب كانت في السابق الحلوى كانت في أيام الواصل نذكرها كان مباشرة يصنعون الحلوى أصحاب اللحم المضبي أصحاب المشوي أصحاب، فطبعا كانت هذه كل يعني اختلف الوضع. هذا الآن تجد ليس الآن هذا الآن ما تجده في الواصل، غير موجود. أما في السابق كان يومين وثلاثة أيام الناس كلهم يذكرونه، يقول لك وين أيام المضبي أيام الحلوى، كان مباشرة الحلوى من الحلة تأخذها إلى البطن مباشرة، يعني كل شيء مباشر طازج. تعتبر هذا أيضا موسم من المواسم، كما مثل المواسم الآن الكبرى مثل موسم الحج، يعتبر الآن موسم كل شيء يتدبل، حتى الأسعار تتدبل. أستاذ محمد، دخلوا ألعاب أطفال أيضا هذا الأشياء كان في السابق قليلا، أما الآن موجود تفريح الأطفال، هذه الألعاب الأطفال ما تسمى الآن بهذه إيش الملاهي. أو فطبعا الزيارات بشكل عام تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى ترفيه ولا تطوير، طبعا تقوم بها الحكومة. الحكومة الآن ما الوضع اختلف صحيح، مثل في المناطق الخليج الآن مثل هذه الأيام، أيام الترويح، أيام السد وأيام الترويح الكويت في السياحي في الكويت، هذا الدولة هي تتكفل بذلك. مثلا يعني خريف صلالة الدولة تكفل بذلك، تصلح حدائق، تصلح أشياء، تصلح مهرجانات. أفهم من حديثك أستاذ محمد أنه نحن بحاجة إلى تطوير هذه الزيارات، فعلا تطوير هذه مثل المهرجانات الكبيرة، مثل المهرجانات تعقد فيها الندوات، تعقد فيها ورشات العمل، تعقد وناس تبيع في السوق. هذا ناحية، هذه ناحية نعم، هذه ناحية. أنا أقصد أنه يدخل عليها التطوير الآخر. أيوة، التطوير المعاصر الآن، يعني مثلا إقامة ندوات كما أسلفت، إقامة مهرجان كبير، مهرجان، مسابقات، مهرجان. وليس بالضرورة أن تكون في نفس المكان، ربما يكون في المدينة، ربما يكون في القاعات، ربما كما الآن نشاهده في بعض الدول طبعاً كما شاهدنا في غزو البرتغال. أيه، في الغزو البرتغالي في كان هناك في تنوع، في تنوع لا بأس، نفس هذا الغزو، لأن بحكم أن السلطة المحلية هي التي هي الداعمة الرئيسية. نعم. فأما هذه الزيارات الآن معظمها أو كلها هي جهود ذاتية من أصحاب الحي أو أصحاب الحافة أو أصحاب المنطقة، إعادة التراث، يقول لك إحياء من باب إحياء التراث، من باب إحياء المحافظة على التراث، ما تبقى من التراث، ما تبقى من تراث حضرموت الذي تكتنز. طبعا تراث ثمين، سواء كان في الجوانب العلمية، الجوانب الثقافية، الجوانب التراثية، الجوانب الشعبية، فحضرموت غنية يشهد لها الأعداء قبل الأصدقاء. صحيح جدا، يعني صراحة أستاذ محمد، يعني إحياء مثل هذه العادات القديمة والتراثية التي تزخر بها مدينة الشحر دليل على شغف أبناء المديرية فعلاً. رغم قلة الإمكانيات، مع أن رغم الضغوطات والظروف، أن الناس يتنفسوا على أنفسهم مثل هذه الأشياء، تعتبر تنفيس للناس، تعتبر تنفيس الآن بجانب الوضع المادي، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي. هذه الزيارات تعتبر تنفيس للناس، عندما يشاهدون العدة يقول لك ما قوب ننفس على أنفسنا من شغل العدة. من الضغوطات النفسية في البيت، من ضغوطات من المرأة، من الأولاد، هتنا فهذا الناس كلهم يعانون منها. أكبر أستاذ محمد، هذه مناسبة جدا، يعني للترويح عن النفس. فعلا من الناس، للترويح عن النفس، للأطفال، حتى النساء يحضرن هذه الزيارة أستاذ. فعلا للترويح عن النفس والالتقاء بالأخوان، ربما بعض الناس ما يتلاقوا إلا في الزيارة، يقول لك ما نشوف فلان إلا في الزيارة. نعم، فرصة للتلاقي إلا في الزيارة، يتلاقون من هنا وهناك، خصوصا في موسم الأعياد نعم. جميل أستاذ محمد، طبعا نحن ما زلنا نواكب هذه التغطية المباشرة الآن في هذا البث المباشر والمتواصل للسنة الثانية على التوالي. أستاذ محمد، نقوم بتغطية هذه الزيارة ونشاهد معكم الآن صور مباشرة
كما يخبروني الزملاء مباشرة الآن من رقة العيدروس، حيث هناك جموع غفيرة من المواطنين وأيضا دخول عدة عقل باعوين في هذه اللحظات، أيضا صور مباشرة، صور حصرية تنقلها لكم قناة عاد عبر التصوير الجوي عبر الطائرة. الآن نشاهد كما أسلفنا هذه الصور الحية والمباشرة لفعاليات زيارة الست السنوية. نعم، إذن نحن نواصل كما ذكرنا. أستاذ محمد، نعود مرة أخرى إليك من جديد. لا شك أنه زخم الزيارة كما ذكرنا. هل تتذكر أستاذ محمد أنه في ألعاب أخرى تقام غير العدة في الزيارات، ولا العدة بس؟ لأنه نحن شفنا طبعا هناك ألعاب هناك عدة شبواني، هناك مثلا لعبة الغيع، هنا في مثلا في لعبة هذا في زيارة الست تقام لعبة الغية لأهل دفيقة. نعم. وطبعا عندنا مثلا هناك في بعض الزيارات يقام لعبة المريكوز، لعبة الهبيش الشرح. طبعا حتى تقام في زيارة في غيرها من كل زيارات الساحل تقام هذه اللعبة، لعبة الهبيش على قولنا، أو دان الحفة. ما يسموه دان الحفة أو الشرح أو الشرح البدوي أو فكل هذه الفنون الشعبية تقام. الآن أكثر الأشياء يركزوا على العدة والشواني طبعاً. نعم. العدة والشواني يعني لها حضور كبير من فعلاً يعني. هو الغية هذا الغية. طيب أستاذ محمد، البعض يقول إنه هذه زيارة وهذا مطلع وهذا منذر، ما الفرق بين المطلع والمنذر والزيارة؟ طبعاً هذا المطلع هذا أصحاب الوادي عندهم مطلع مثل الترتيب السنوي. ترتيب سنوي يعتبرونه زيارة، بس ما يقولوا زيارة، يقولوا مطلع. عندهم زيارة رسمية زيارة هود. هود نعم. زيارة هود هذه اللي تقام في شعبان. أما نحن عندنا الاسم الرسمي زيارة سالم بن عمر، زيارة الشهداء، زيارة الست، زيارة الحام، زيارة مكنون في الحامي، زيارة الديس الشرقية، زيارة يمعوض، زيارة مرضحين، هذه زيارة. المندر طبعا المندر هي اللي تقوم به حافة أو أشخاص معروفين، أو الحافة مثلا يقول هي رحلة ترفيهية، يقول لك حافة الفلانية معها مندر اليوم، أي معها رحلة رحلة ترفيهية، طبعا معهم مندر إلى المكان الفلاني. وأصحاب الوادي يقال مطلع للترتيب السنوي هذا، تجد كل منطقة لها مطلع، كل منطقة مثلا الغرفة لها مطلع، شبام لها مطلع، سوق تريم لها مطلع، عدة مناطق، الخليف مطلع، الخليف مطلع، سيئون لها مطلع، المطالع سموه في زيارة الحول. عندنا هنا عندما يقولوا زيارة الحول احنا نقول بوين زيارة الحول. نعم. في الساحل يسموها زيارة الحول او الحول، وعندهم يسموه مطلع المطالع. اي الألعاب هذه الشعبية تقام من شواني ومن عدة ومن شعر، فيسموه شبوانيهم. الوادي ما يقولوا عدة، يقولوا شبواني. يقولوا حتى اختلفوا الآن الباحثون بين ماش معنى الشبواني ومعنى الشواني. طبعا احنا عندنا في الساحل وأشار إليها بعض المؤرخين أنها كلمة شواني، كلمة البعض شواني. يقول شبواني هذا شبواني، طبعا بعضهم يقول أنها شبواني أن يلعب فيها الشباب. وعندنا بعض الشيبان المهتمين بالتراث قال أن كلمة شبواني معناها شاب وأني، أن في السابق كانت هذه لعبة الشبواني إنما هي لإظهار الانتصار، كان فيها شنف رجال وشنف من النساء. قال شاب واني، ولكن هذا التخريج طبعا هذا التخريج من عنده، ولكن المعروف انها شواني قيل انها بعض من الشواني، من السفن في البحر. الشواني اي السفن الحربيه برضو هذه من الالعاب القديمه ايضا، فعلا من الالعاب القديمه، من هذه لعبه الشواني ولعبه العده من الالعاب القديمه. العده ما يقال عده في الوادي، في وادي حضرموت يقالوا شبواني، ويقصد به العدة عندنا. وهذا الشعر يقال له شعر، هذا أو كسر الصوت يسموه. نعم. جميل الشوان. أستاذ محمد، صراحة سعدنا جدا اليوم معك وبحضورك وتلبية لنا الدعوة، يعني بحضور ولتواكب لكثرة انشغالاتنا. أحببنا نلبي دعوة الأخوة في قناة عاد، مع أنهم اتصلوا علينا قبل البارح أنه هناك في لقاءات في الواسط، ولكن اعتذرنا لهم كثرة انشغالاتنا في البلاد هناك، خصوصا
خصوصا هذه الايام. ولكن اليوم لبيتم الدعوه ونحن نكون لكم كل تقدير وكل الله. احترام طبعا على حضوركم معنا اليوم لمواكبه هذا الحدث التاريخي الذي تزخر به مدينه الشحر، طبعا زياره موسم عفوا زياره الست من شوال هنا في الشحر وفي الوسط وفي شعب النور. يعني طبعا هذا جهد تشكرون عليه طبعا، وشكر موصول الأخوة في قناة عاد على هذه الجهود وعلى النجاحات الباهرة تحققوها طبعا في ذكرى الشهداء السبعة، ولا نشك أنها ستكون تغطية موفقة وناجحة وسيشكرها الجميع إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد يعني على حضورك معنا اليوم، وكلمة تحب توجهها للسادة المتابعين في نهاية هذا اللقاء. وطبعا نشكر جميع الأخوة المشاهدون ونحثهم على الاهتمام بالتراث وإحياء تراثنا الحضاري الحضرمي. وحضرموت كما ذكرنا في بداية اللقاء أنها تزخر بتراث تاريخي، تراث علمي نعتز به ويجب علينا أن نفتخر به ونحافظ عليه ونطوره بحسب الظروف بحسب الأحوال وبحسب الأحوال التي تمر وحسب الظروف التي تمر بها البلاد، فالإنسان يستطيع حفظ ذلك، وأهم شيء هو الجهد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك يا أستاذ. حياكم الله، جزاكم الله خير. إذن أعزائي المشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية المباشرة، كل الشكر والتقدير لطاقم قناة عاد على نجاحهم في هذه التغطية المباشرة. متابعينا الأعزاء كنا وإياكم في مواكبة لزيارة الست السنوية من مدينة الشحر ومن الواسط ومن شعب النور، ولا زالت قناة عاد متواصلة معكم لتغطية فعاليات ومناسبات أخرى. كل الشكر لكل من كان معنا خلف الكواليس من مخرجين من مهندسين بث من إعلاميين أيضا من مصورين، أشكرهم جزيل الشكر على تفاعلهم على نقلهم على نجاحهم هذا اليوم في أن تكون الصورة لكم أعزائي المشاهدين أنتم في أحسن حال في أحسن حلة وفي أبهج حلة كما رأيتم أعزائي المشاهدين اليوم سعاد الشحر سعاد الزبينة اليوم في هذا المشهد الرائع الذي يتكرر كل عام ونشاهده كل عام في هذه المدينة التاريخية. لكم أعزائي المشاهدين كل الشكر كل التقدير كل الاحترام كل الامتنان، ونلتقي إن شاء الله في فعاليات في لقاءات أخرى. لكم تحياتي عمر أحمد عرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه التغطية لزيارة الست السنوية تأتيكم برعايته.